يقول في سؤاله الآخر: رفعت ضدي قضية في المحكمة واستمرت عدة جلسات، وعند الجلسة الأخيرة نذرت لله إن حكم لصالحي وتم تأجيل القضية، ثم استمرت عدة جلسات وتم الحكم لصالحي واستأنف الطرف الآخر علي وصدر الحكم ضدي، فهل علي ما نذرته من نذر؟ إذا كان قصدك بالنذر إذا صارت القضية من صالحك وخرجت في غير صالحك فلا نذر عليك، لأنه نذر معلق على شرط ولم يحصل الشرط، وإذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط. أما إذا كان قصدك إنهاء القضية على أي شكل واستراحتك من المرافعات وانتهت القضية بالفعل، عليك النذر، عليك الوفاء بالنذر ولو كانت القضية في غير صالحك، لأنها انتهت وأنت قصدك انتهت انتهاؤها واستراحتك من المرافعات، فعليك الوفاء بالنذر لحصول الشرط. نعم.